تراث ومش كل اللي ورثناه من موروثات يصلح ان احنا نغنيه النهارده، مش كله كان كويس. ليه دي اغنيه جميله جدا؟ انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم على كل الاغاني اللي احنا بنغنيها. مسك ايده وحط ايده على صدري وعلى فستاني وعلى رجلي وعلى مناخيري. لا ما قالتش كده. هو ده كلام يتغنى برضه. طب وحضرتك زعلان ليه يا انا مش زعلان، انا مش زعلان. مين قال لك ان انا زعلان؟ انا شايفه حضرتك زعلان. اسمعيني بس، في تراث يا واحده شباب برقص وبتقطع. انا مش بتكلم عليك، انا بتكلم، كنت بتكلم على صباح دلوقتي. اه انتي اولا واضح لا انت قلت دلوقتي حط ايده على فستاني ماجي اغنيت لا انا بتكلم على الكلام اللي بتقوله انا ما اتكلمتش على الاغنيه الشعبيه بتقول كده لا مش كل الغناء الشعبي يتغنى النهارده ليه كان في اغنيه هابطه في سنه 30 اجي النهارده اغنيها يعني هل ده معقول ارخي الستاره اللي فرحنا مش عارف ايه اغنيها النهارده احنا بنغنيها في المسرحيات تغنيها في موقف المسرحية لكن وفي انا دور والموقف يبقى مبرر دراميا لكن ليه اخترتي توتو ناي؟ ولادي يقعدوا قدام التلفزيون يعني ايه توتو ناي ولا الكلام الفارغ ده؟ توتو ناي يعني الـ 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 زي إيه؟ اي حاجه زي اي حاجه صغيره يعني توتو ناي يعني لسه ما استواش يعني لسه ما كبرش لسه ما فيهاش ايحاءات دي فيها ايحاءات فيها ايحاءات اولا الاغنيه ما فيهاش ايحاءات جنسيه لا انا مش شايفه دي كلها ايحاءات جنسيه حط ايده على فستانها عشان يعمل ايه؟ الاستاذ راجل في ماله هدومه اهو انا عايزه اقول حاجه يقول كلها ايحاءات انا عايزه اقول حاجه الاغنيه دي مش بتاعتي اصلا أيه. دي فولكلور اخترتيها ليه احنا ما فهمتيش أنا... كلامي انت بتسمعي على سطر وتسيبي ثلاثه انا بقول لك مش كل فولكلور يتغنى النهارده ومش ليه؟ كل تراث يتغنى ليه؟ في شيء كان سيء طالما الناس حباه ومعجبه بيه ليه لا في شيء كان سيء في سنه ما يعني في فتره من الفترات كان في ناس بتشم الكوكايين وبتشم الهيروين وكانوا مبسوطين اجي النهارده اخلي شبابنا يشم الكوكايين والهيروين محدش قال كده لا بقى دي